هذا المساء مع رغدة إبراهيم تناقش الليلة بين حوار المغرب ومؤتمر برلين، ليبيا تتأرجح على سلم المفاوضات المتزاحمة. لا تزال ليبيا تعيش على مصير مفاوضات جارية وأخرى منتظرة في سبيل البحث عن حل ينهي الصراع الدامي في البلاد. اجتماعات يكتنفها الغموض ولا أحد يعرف ما يحدث داخل أروقة قاعاتها المغلقة. الكل يبحث عن موطئ قدم له داخل هذه الغرف، ربما لأن التجارب السابقة أثبتت أن المشاركة في الحوار لابد أن يتوج أعضاؤها بحقائب وزارية، مناصب سيادية أو سفرات، ملاحق طبية أو عسكرية أو حتى ملاحق ثقافية. أغلب رؤساء البعثة الأممية أقروا في تصريحاتهم بأن لا أحد جاء يحاور لأجل الوطن أو المواطن بقدر ما همهم هو فقط البحث عن تقاسم ومحاصصة. الآن فتحت كل القاعات ورأينا الكثيرين من المتحاورين يتفاوضون ولا أحد يطلع الليبيين بحقيقة ما يحدث أو يفك لهم طلاسم هذا الغموض. هكذا تعود الليبيون أن لا أحد يقول الحقيقة إلا بعد أن يطبق عليه باب غرفته في أحد الفنادق. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة الليلة من هذا المساء. نناقش معكم في هذه الحلقة اليوم جولة بوزنيقة وافتتاح الجولة الختامية لبوزنيقة اليوم، مفاوضات بوزنيقة في المغرب، والذي حضرها وفد مجلس النواب ومجلس كذلك الدولة، مجلس الأعلى للدولة. أيضا اليوم تستضيف ألمانيا مؤتمر برلين 2 للدفع نحو تنفيذ قرارات برلين الأولى. هذا المؤتمر كان بحضور وزراء خارجية العديد من دول العالم من غير حضور الليبيين كما علمنا عن مؤتمر برلين الأول. سنناقش كل هذا أكيد مع ضيوفنا الليلة، بس بداية نتابع هذا التقرير ونعود لكم من جديد. ابقوا معنا. لجان واجتماعات بين قوى عظمى ودول تهتم بالملف الليبي في برلين 2، وحوارات أخرى في بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، وعقد سلسلة اجتماعات وتفاهمات في الغردقة. كل ذلك يحدث لفتح طريق نحو الحل السلمي في ليبيا، لكن يبدو من خلال من يرعى تلك الحوارات أن هناك خطوات حذرة وعوائق خفية تتعلق بمصالح تلك الدول فوق الأراضي الليبية. ما يحدث من خلال تلك الاجتماعات فوق الطاولة أنها مساعي لوقف لإطلاق النار وتوحيد الجهود للحل السلمي بين الأطراف الليبية. الصورة لم تتضح بالشكل النهائي لصياغة يتفق حولها كل المهتمين بكل القضايا العالقة حول ليبيا، فكل التصريحات تعتبر كشور وكلمات فضفاضة لا تتحدث عن خارطة طريق واضحة يتم اعتمادها بشكل نهائي من خلال تلك الحوارات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، لاسيما أن هناك حوار آخر تقوده القيادة العامة بعد أن اتضحت معالم اتفاق حول إعادة ضخ النفط وتصديره مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيك. هذا المخاض الذي يرى كل طرف سواء كان دوليا أو محليا أن له دور مهم في مستقبل ليبيا القادم من خلال المشاركة الفعالة في صياغة اتفاق نهائي، لا أحد يعرف من سيربح الجولة. هذا المساء يحاول الاقتراب أكثر حول المستجدات والتطورات الجارية في حوار مع ضيوفنا الكرام للإجابة على العديد من الأسئلة العالقة. أهلا بكم من جديد. نرحب بضيوفنا السيد محمد المعزب عضو المجلس الأعلى للدولة وكذلك السيد عصام أجهاني عضو مجلس النواب. أهلا بكم. ما نبدأ بالسيد عصام أجهاني في بداية هذه الحلقة. سيد عصام، هذه الصور التي تصلنا من بوزنيقة اليوم، هل تبشر بالوصول إلى حسم؟ مساء الخير. أولا بإذن الله إن شاء الله، يعني هو
الصورة هذه تعطي انطباع كبير أنها ما كانتش موجودة واليوم أصبحت موجودة لما يلتقي الليبيين مع بعض إن شاء الله بهذا الشكل الحضاري بهذا الشكل السياسي. فأكيد أكيد هذه صورة مبشرة بأن نحن إن شاء الله أي قضايا عارقة أو أي مشاكل لما نجلس الليبيين مع بعض على طاولة حوار فإذا حنوصل لنتائج يعني أكثر من باهرة. طيب ما الذي توصلت إليه هذه الطاولة اليوم؟ مثل ما ذكرت جلوسنا مع بعض هو إشارة جيدة، لكن ما الذي توصلت إليه اليوم بشكل نهائي؟ أولا إعلاميا نحن في الجولة الأولى مضطرين أن نحن يكون نوع من التكتب، لأن الإعلام جزء من الإعلام الإعلام اللي حارب في أن الليبيين يجلسوا مع بعضهم ويحصل حلول منهم. في عندنا عواجل تطلع من بعض القنوات تعطي في أشياء مغلوطة، فبالتالي نحن كنا حريصين الآن في الجولة الأولى أكيد الأمور ظهرت بالنسبة للمناصب الـ 15 وفق المادة 15 في الاتفاق السياسي، المناصب اللي هي مذكورة على رأسها المصرف المركزي تم التقسيم بتاعها من ناحية جغرافية ومن ناحية سياسية ممكن ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة حسب الاتفاق السياسي. فبالتالي لما نقولي مثلا مصرف إلى برقة، مثلا ديوان المحاسبة إلى طرابلس، الأشياء هذه فهذه حصلت وكلها موجودة يعني في الإعلام، ما فيش حاجة يعني اندست لأنها مرحلة أولى وجولة أولى. نعم. الجولة الثانية تتعلق بوضع معايير وضوابط لمتقلدين هذه المناصب. نحن الليبيين اليوم لما تسأل أي ليبي يقول لك نحن تعبنا من الفاسدين واللي ينتموا إلى مؤتلجين أو. فبالتالي نحن بنضع معايير مهمة، وهذه تقريبا نحن شبه نهينا فيها يعني إن شاء الله ممكن اليوم وبكرة حنظهر ببيان اللي هو يسمى فيه البيان الختامي. يعني ممكن ننتظر البيان الختامي في الغد إن شاء الله في بيان سيد عصام في بيان ختامي. إيه سيد عصام، نتفكر لأنك من يومين تقريبا أو يعني من الأسبوع الماضي ذكرت بأنه الليلة أو الغد يعني هذا من الأسبوع اللي فات سنصل إلى يعني ستكون هناك جلسة أو الجولة الختامية لبوزنيقة، لم يحدث هذا، هل الآن متأكدين من الوصول؟ لو تذكروا نحن الأول ما عملناش يعني نحن قلنا نبدأ لكن مش قايلين أمتى ننتهوا. أنا بالنسبة لينا حتى بالجولة الأولى لما جلسنا حتى مع الدولة المضيفة بارك الله فيها المملكة المغربية حكينا لهم أن نحن ما نحددوش موعد بداية وبداية وموعد نهاية، يعني المواضيع ما تتغشش. طيب هل نقدر نتأكدوا الآن منك بس أنه غداً سيكون هناك بيان ختامي لجولات بوزنيقة إن شاء الله حوالي 99.9 الواحد هذه مرات مش عارف شنو فيه لكن 99.9. طيب نسبة يعني مبشرة الآن هي سبب نهائية. طيب ذكرت بأنه تم الحديث والتوصل إلى تقارب بشأن المعايير، هل ممكن يعني نعرف بعض الأشياء عنها؟ شوفي راهو في أشياء اللي هي العامة موجودة في الإعلان الدستوري أي حد أو في قانون المصارف متعلق بالمعايير في المصرف مثلا المركزي فتلقي في معايير موجودة هي عامة حتى على مستوى العالم موجودة هذه المعايير هذه. طبعا نحن تحدثنا مثلا نعطيك مثال على الجنسية المتقلد هذا المنصب الكبير ما يكونش عنده جنسية غير الجنسية الليبية من أم مثلا الليبية والحاجات هذه تمام يعني يجب أن يكون كذلك من أم ليبية. أيوة ومثلا تحدثي على سنوات الخبرة وشنو الدرجة العلمية والسي في والسيرة الذاتية والأشياء هذه هذه المعايير، فهذه موجودة لأي حد بيمشي بيقاها في قانون المصارف ويقاها في المعايير بالنسبة للمتقلدي منصب المحافظ أو نائبه. طيب هذه بالنسبة لكل المناصب؟ طبعا لان نحن حناخذ نحن هذا كان عملنا معايير بس نحن بناخذ كل منصب بنوظف له المعايير الخاصه به قريبه من بعضها اصلا لان هذه مناصب كلها مناصب سياديه حساسه. واضح. نعم طيب خليك معنا سيد عصام بس هنمشي. ما نقدرش والله قاعدين يرنوا علي اعطي مئات لقناه ثانيه. طيب انا اعلم انك قناه ثانيه معناها يعني مش جولات الحوار سيد عصام. ما يامن باش تعطيني لك سؤال اخير ونطلع. طيب خليني معك هنسالك عن الموضوع هذا، التوقيع هل اقتربنا بالحديث عن هذه المعايير واللي توصلتوا ليه بالنسبه للمناصب؟
نحن تقريبا شبه يعني منتهين، يعني الامور هذين ما زالت محتاجه ممكن جوله ثالثه اللي هو بروتوكوليا ورؤساء مرؤساء وتعرض على المجلسين، لان ما نبيش انا نوقع وما زلت ما حطيت راي باقي المجلس نظر مجلس النواب او مجلس الدوله. فامور زي هذه، لكن هم يعتبر بالنسبه للمسار نفسه بجملته وما انت قلته في التقرير سمعت انه كنا وكانها كلمات فضفاضه. لا هو هذا هو اللي حاصل، يعني كلام غريبه لما نحن نقوله ايجابيه والحمد لله ووصلنا، ليش الناس تشكك في الكلام هذا؟ لانه استمع الناس لكلام مثل هذا مشابه في العديد من الجولات الاخرى. لا اول مره تحصل هذه، اول مره مش اول مره، لكن نسمع عن تفاؤل وعن اخبار ايجابيه مش أول مرة. استني لا أول مرة يجتمع الليبيين في على طاولة حوار ويجلسوا مع بعض بدون أي تدخل، وأول مرة مش اجتمعتم سابقا؟ اجتمعتم نعم. عديد المرات سابقا. لا بس هذا المرة التغيير هذا اللي هو بالنسبة للاتفاق السياسي ايه؟ بالنسبة للاتفاق السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة كان في وسطاء. لكن المرة الوحيدة اللي بدون وسطاء. يعني الليبيين وجه لوجه بجميع تياراتهم وجغرافيتهم. فبالتالي نحن ما انا نفسي مش متصور ان نوصل فعلا، انا حسيت اني انا متفائل غير انه يكون في تخريب من الخارج، عرفتي من اي دول ضاغطه والكلام الثاني ما حدوش تكلموا عنه. طيب وزير الخارجيه المغربي ذكر بان هذه العمليه عذرا هي جزء او انها تتم تحت مظله الامم المتحده. طبعا طيب. طبعا مخرجات برلين. نعم سياسي. إذن هي برعاية أممية نقدر نقوله أو في فرق ما بين؟ أيوة أنتم تابعتوا اليوم المداخلة من تاع ستيفاني ويليامز واللقاء اللي صار اليوم، ويليامز شوفوا سمعتوا شو حكت يعني تحت مظلة الأممية موافقين وتمام ومسار ممكن حتى يتطور هذا المسار يعني. طيب حتى يتطور هذا المسار. طيب سيد عصام، أمر آخر بالنسبة للنقطة اللي ذكرناها عن مناصب، وهذا آخر سؤال بس بهذا الخصوص، المسألة اللي ذكرتها على المناصب السيادية الآن، ما علمنا أنه منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي هو إلى إقليم برقة، ومنصب نائب المحافظ هو لطرابلس، هل هذا يعني أن بإمكان أن المنطقة الشرقية أو برقة بس هي اللي يطلع منها المحافظ أو النائب مثلا يطلع بس من طرابلس، أو الأمر منوط بالكفاءة بعدها وأنه اللي يختاروه هم أهل المنطقة الشرقية؟ لا بالعكس، في المشاركة موجودة حتى بين المجلسين، والمعايير من حق كل ليبي لديه هذه المعايير. بعد طبعا مش شرط يكون من المنطقة الشرقية على سبيل المثال، أو من طرابلس حتى يكون نائب. لا 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 هو لا ما هو أنت جغرافيا، هذه نحن مشكلة واقعين فيها ومستمرين فيها الغالب اللي هي الجغرافيا يعني المحاصصة. فهذا يقول لك لبرقة يعني زي ضمانات، أنا ما يكونش من منطقة تانية، هو أصلا نخلة حقي وكلام هضاهي، فهذا بالنسبة له هو من برقة. لكن يشارك مثلا مجلس النواب حتى يوم يعرض على مجلس النواب يشارك باقي النواب بالنسبة لفزان وطرابلس فيه، لكن هي عارفينها أن هذه حصة برقة حيشاركوا فيها يعني. إيه حصة يعني حصة برقة، معناها لما تقول حصة برقة معناها أنه هذا المنصب مخصص لكل من هو من المنطقة الشرقية مثلا، أو العكس من فزان أو من طرابلس أو غيره. من حق أي حد حتى عايش في المريخ مثلا مش شرق، مش شرق يعني من برقة وصولا من غادي وكذا، هيك هذه المحاصصة هي رأيي أنا. بالنسبة لي ما نحبش نتكلم بالمنطقة ظاهي لأن لازم تكون المحاصصة هذا مجبرين عليها حتى خروج الشيء تاني يعني. إيه لهذا سألتك هذا الأمر، لأنه شوية الناس مواجهين يعني مش كل الناس فاهمين هذه الآلية وهذه الطريقة. وعلاش لا ببساطة حنشرح لك على السريع. ببساطة أن المعايير، وافترضنا جن حوالي 70 ملف من جميع مناطق ليبيا من أي مكان في ليبيا حتى في العالم بس يكون من الشرق ماشي، ويتقدم هذه الملفات إلى اللجنة الدولية اللي هي حتوضع منها بالنسبة للمحافظ في طبرق وبالنسبة للنائب المحافظ في طرابلس. حتى حنعطوها معايير اللي احنا حنجهزناهن، حتاخذ المعايير هذين وتقيس بهم كل ملف وتحول هذه الملفات. افترضنا حولت لنا حوالي 50 ملف أو 60 ملف لمجلس النواب، مجلس النواب يختار منهم 7
ومن السبعة تحول هذه الملفات إلى مجلس الدولة، يختار منهم ثلاثة وترجع إلى مجلس النواب للتصويت اختيار محافظ ليبيا المركزي. طيب شكرا جزيلا لك سيد عصام جهاني عضو مجلس النواب على وجودك معنا في هذه الحلقة من هذا المساء وكل هذه المعلومات. سأذهب أيضا للسيد محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بذات هذه الأسئلة. ممكن الاستفسار الأكثر هنا، هنسألك على قصة المناصب السيادية والمعايير. سيد محمد أهلا بك في هذا المساء بداية. وصلت مع السيد عصام الجهاني على مسألة المعايير اللي تم اختيار بها رئيس أو محافظ عذرا مصرف ليبيا مركزي على سبيل المثال من برقة أو من المنطقة الشرقية، أنه ما يقدرش أي حد تاني إلا من المنطقة الشرقية أنه هو يكون في هذا المنصب. هذا هو المعيار الأول طبعا، او حتى غيره، يعني نحكي بشكل عام يعني على التقسيم، هذا التقسيم على اساس جغرافي. هو طبعا هذا ليس كما ورد في الاتفاق السياسي. يعني للاسف الشديد بالتوصيف بهذا الشكل، اولا يعني يعطي صوره ويعطي انطباع حتى يعني مع تقديري الكامل وللجهود اللي يبذلوا فيها الاخوه اللي موجودين في بوزنيقة وبرعاية الحكومة المغربية وبرعاية البحث الأممية أيضا. يعني هو هذا اللقاء مش لقاء كما تحدث السيد عصام الشاني قال أن هذا أول لقاء بين الليبيين، لا، لقاءات تمت بين الليبيين كثيرة جدا طبعا. حوار الصخيرات معروف، ذكر بأنه من غير وساطة ربما أو من غير تدخلات. لا وساطة موجودة برعاية مغربية واضحة وبرعاية أممية، يعني مش كلها، يعني ما حوار الليبيين لما يكون على الأراضي الليبية في سرت ولا في طبرق ولا في طرابلس ولا في بنغازي ولا في غدامس بينهم وما فيش حد أجنبي قاعد موجود معهم. لكن كل الحوارات اللي جرت للأسف الشديد كلها كانت تحت رعاية إما إقليمية إما دولية أو أممية. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الاتفاق السياسي طبعا لم ينص في المادة 15 على أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يكون من الشرق ورئيس ديوان المحاسبة يكون من الغرب ورئيس المحكمة العليا يكون من الجنوب، لا، هذا غير موجود مطلقا. المادة 15 تحدثت على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة في إشغار المناصب القيادية والسيادية اللي هي السبعة المذكورة على أساس يتم التداول والتشاور في هذا الموضوع، يتم اختيارهم. ليس بالضرورة أن يكون محافظ من برقة، وليس بالضرورة أن يكون رئيس ديوان محاسبة من طرابلس، وليس من الضرورة رئيس المحكمة العليا يكون من فزان. وثم بعد ذلك بعد ما يتم التوافق، وهذه هي المشكلة المعضلة الكبيرة التي ستكون. أنا مانيش يعني مانيش نحط تشاؤم، يعني أنا دائما متفائل وأتمنى أن نصل فعلا إلى حل هذه المشكلة الوظائف السيادية السبعة. طيب. وبالمناسبة هي الصراع اللي بين الليبيين واضح أنه صراع على المال وعلى النفوذ، لا يوجد له صراع وعن السلطة، بدليل أنه كل ما نراه الآن هو تقسيم للمناصب. أو ربما يعني هو الجولة اللي احنا فيها الآن يعني. سيد محمد عذرا بس على المقاطعة، بس حتى نستغل أكثر وقت مع حضرتك. ما ذكر اليوم من قرارات ما ذكره السيد الآن عصام الجهاني عن أنه في إمكانية للتوقيع، ربما في إمكانية على أنه يكون في بيان ختامي في الغد من يعني سنسمحه من بوزنيقة من المغرب من وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة. لكن الآن يعني برأيك هل هذه ستكون توصيات، وبنظرتك طبعا مش حتى رأيك يعني بما تراه الآن في شكل هذا الحوار، هل ستكون بمثابة توصيات أو قرارات فقط؟ لا، هي حتكون في إطار التوصيات فقط أو التمهيد للحل. توصيات يعني مش ملزمة؟ لا، ليست ملزمة، لأن في نقطة بنوضحها لكل المشاهدين ربما تكون غايبة حتى على المتحاورين اللي جالسين على طاولة المفاوضات في بوزنيقة، وهي أن ما يتوصل إليه مجلس الدولة ومجلس النواب من توافقات بخصوص الوظائف السيادية القيادية السبعة لابد أن تعرض على مجلس النواب وتأخذ ثلثي أعضاء مجلس النواب، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. أين هم ثلثي أعضاء مجلس النواب الآن؟ هم المجموعة الكتلة اللي موجودة في طرابلس، ما هيش الكتلة اللي موجودة مع السيد عقيلة،
هنا المشكلة. يعني مهما تصل من نتائج لابد أن تعرض على مجلس النواب كمجلس النواب كله، ويوافق عليها ثلثي الأعضاء. نعم، ثلثي الأعضاء هو العدد اللي هو الآن موجود في طرابلس، اللي هو برئاسة حمودة سيال. نعم، وهذول خارج هذا خارج هذا الحوار. نعم، خارج هذا النقاش. فهي فقط هي حوارات مزنيقة فقط تمهد وتسهل الطريق لما بعدها، أما هي تحل المشكلة لا لا لا، ليست هي الحل النهائي يعني في هذا الموضوع. طيب سيد معزب، البعض ألمح عن أن هناك ضغوطات تمارس على طرفي الحوار في بوزنيقة اليوم، هل تعتقد بأن ذلك صحيح؟ يعني ضغوطات من أي نوع، من باقي أعضاء مجلس النواب على سبيل المثال، أو بشكل خارجي؟ لا، دائما المفاوضات، حتى لما كنا نحن في الصخيرات، انا كنت عضو في الصخيرات طبعا لمده عام كامل، وكنت موقعين على الاتفاق السياسي ومن الداعمين للاتفاق السياسي لحد اليوم، ودائما كانت اتهامات حولنا بان هناك ضغوطات. وهنا لا، ابدا لا توجد لا ضغوطات لا دوليه ولا اقليميه ولا شيء من هذا القبيل. يعني النهاية اللي بيجي ضغط يطلع من طاولة الحوار ويعدي يرجع إلى 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 بلده. يعني لا توجد هذه الضغوط فيه، بس يعني عمليات يعني الأطراف. بس هناك تزكية وهناك دفع بأسماء، صحيح؟ لا 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 لا، هم كل النقاش اللي تم هو في إطار المعايير فقط، لم تطرح أسماء. لا، لم تطرح أسماء، لكن أتحدث عن سابقا. للآن لم تطرح أسماء على الملأ، لم تطرح أسماء في الجلسات المفتوحة، لكن هل طرحت وراء الأبواب المغلقة؟ أكيد. يعني توا السيد عصام لما قال 7 أسماء يتم ترشيحهم، بالتأكيد الأسماء جاهزة بالنسبة للمنطقة الشرقية، بالتأكيد الليستة قاعدة جاهزة. يتم الدفع، لكن لم تعرض هذه الأسماء حقيقة. يتم الدفع بالأسماء داخليا، يعني من أطراف ليبيا داخلية، وإلا من أطراف خارجية أغلب الوقت؟ والله أنا يعني من متابعتي للشان الدول، يعني الدول العربية والدول الإسلامية والدول الصغيرة، عادة فيه منصبين مهمين وهو رئيس الدولة ومحافظ مصرف، ومحافظ المصرف فيه تدخلات خارجية تكون في هذا المجال. أقول يعني وليبيا لن تستثنى من هذا الموضوع، لأن منصب حساس طبعا يتعلق بواردات الدولة ومواردها وكيف التصرف فيها، فهو يعني المنصب اللي بعد رئيس الدولة مباشرة. أعتقد أن التدخل مش إقليمي بس، التدخل سيكون حتى دولي يعني، وأتوقع ذلك من أمريكا، يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد ذلك يعني هيك من خلال يعني من خلال متابعتي للشؤون بالنسبة للوظائف الكبيرة هذه بالنسبة للدول. سيد محمد، خليك معنا، هنطلع بس فاصل ونعود لكم مشاهدينا من جديد ونكمل هذا الحوار مع ضيوفنا وباقي ضيوفنا كذلك في الحلقة، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا المساء، حلقتنا اليوم عن مسار بوزنيقة وعن ما يحدث كذلك في المغرب اليوم، وهذه الجولة كذلك نتحدث اليوم عن مؤتمر برلين 2 ولقاء وزراء خارجية هذه الدول في ألمانيا للحديث عن الشأن الليبي أيضا، وكذلك لتطبيق وقف إطلاق النار والدفع نحو تنفيذ قرارات برلين 1. أرحب مرة ثانية بضيوفي في هذه الحلقة، بسيد محمد معزب عضو مجلس الأعلى للدولة، مرة ثانية أهلا بك من جديد، وكذلك السيد إبراهيم هيبة الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسات المقارنة معنا من واشنطن، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. سيد إبراهيم، خلينا نبدأ معك هذا الجزء من الحلقة، ما يصلنا اليوم من بوزنيقة، هل نتفائل بشأنه؟ هل سيتوصل الليبيون اليوم إلى تقارب حقيقي وفرصة في حل وفي تسوية سياسية مثل ما حتى ما أشارت ستيفاني ويليامز اليوم؟ أهلا بك أستاذ رغد، وأهلا بضيفك الكريم وكل المشاهدين، وأشكرك على الاستضافة. أنا في تقديري نعم، أنا أعتقد أنه ليس أمام الليبيين إلا التفاؤل للأسف الشديد يعني، ولكن في تقديري أن هناك فعلا
جهود دولية كبيرة على أقل تقدير من مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا سيدة ويليام ستيفني، وأيضا في تقديري هناك ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة ومحاولة تسخير بعض الجهود المختلفة على الأطراف الليبية المتناحرة من أجل التوصل إلى آليات جديدة والاتفاق على العقد السياسية الموجودة وعلى المسائل المهمة الموجودة في ليبيا. وأيضا هناك وسائل ضغط بتقديري، منها على سبيل المثال تقديري حسب ما ورد على مسامعي يعني أن هناك رغبة ربما تكون هذه المرة صادقة من رئيس مجلس الرئاسي للتخلي عن السلطة أو وبالتالي رغبته في الذهاب في حال سبيله، ربما لأسباب صحية وربما لأسباب سياسية متعلقة بفشل بفشله وعدم قدرته على تقديم أي شيء للليبيين خلال الفترة التي تولاها كرئيس المجلس الرئاسي. نعم. وبالتالي في تقديري الظروف السياسية يبدو لي الداخلية والضغوط الشعبية أيضا وانعدام الخدمات هي تهيئ ظروف أو عامل ضاغط للأطراف المتناحرة في ليبيا من أجل أن تحاول أن تتوافق على إيجاد حل. من جانب آخر في تقديري أن هناك أيضا محاولة جادة من قبل مبعوث الأمم المتحدة وبعض الأمين العام للأمم المتحدة الضغط على بعض الدول المتدخلة في الشأن الداخلي الليبي من أجل تقريب وجهات النظر من أجل دافع الأطراف الليبية من أجل التفاوض ومحاولة إيجاد حل والذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة للأسف الشديد في هذه المرحلة ربما، ولكن لا تزال هناك تحديات كثيرة في تقديري ولا تزال الطريق طويلة. لا أعتقد أن البوادر الانفراج التي حدثت في المغرب أو الحديث الدبلوماسي المهذب ربما نوعا ما أو الغزل السياسي الموجود الآن لا أعتقد أنه لا يجب أن يؤخذ على أنه أن اتفقنا أن وصلنا إلى الديل أو اتفقنا وصلنا إلى اتفاق، ولكن أنا أعتقد أنها خطوة إيجابية ويجب البدء من هناك وأنا أشجع عليها وأعتقد أننا ذاهبون في الاتجاه الصحيح الآن. ربما نحتاج إلى تطوير هذا الحوار تقديري لدرجة يعني التركيز على deliberative process يعني آليات، ما هي ليس فقط الاتفاق على تقاسم السلطة والثروة بين أقاليم ليبيا الثلاث برقة وفزان طرابلس وهو أساس في تقديري يجب أن يتم التأكيد عليه في كل المحافل، ولكن أيضا التأكد من وصول أفضل الناس من فزان، أفضل الناس من برقة، أفضل الناس من طرابلس لتولي المناصب الأساسية في ليبيا، ويجب وضع آلية لاختيار أو إيصال وصول هؤلاء. طيب هذا الأمر سيد هبة، هذا الأمر كذلك سألته للسيد محمد معزب قبل شوية عن مسألة إذا كانت هذه التوصيات أو ما يخرج من البيان الختامي الآن من المغرب أو غيره من الحديث عن تقاسم السلطة ما بين الأقاليم الآن هي يعني أمور أو قرارات أو توصيات خلينا نقوله ستكون ملزمة أو لا ستكون مجرد توصيات بعدها؟ لا أعتقد أنها توصيات ملزمة، هي فقط مجرد يعني توصيات سينقلها هؤلاء المشاركين إلى من يمثلون سواء كان أعضاء مجلس النواب في برقة المعاقدين في برقة أو أعضاء مجلس الدولة مقر انعقادهم في طرابلس، وبالتالي سيرجعون إلى ويناقشون هذه الاتفاقيات أو هذا الاتفاق المبدئي أو هذا الاتفاقات المبدئية، وإذا تم يعني التصويت عليها أو بالأغلبية أو تصديق عليها من قبل رئيس المجلس على الدولة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار سيد عقيلة، نعم، تقديري يمكن الذهاب إلى الخطوة التي بعدها، ولكن في تقديري لا تزال هناك بعض المعرقلات، ولكن يجب أن نتفائل بهذه الخطوة وأعتبرها أنا بشكل شخصي خطوة إيجابية وخطوة كبيرة ينتظرها الليبيين منذ فترة طويلة. وبالتالي بهذا التفاؤل سيد هبة دعني أنتقل للسيد محمد معزب، هل تشارك هذا التفاؤل؟ لا، وزي ما قلت لك يعني هي خطوة وهي تمهد للوصول إلى الحل، لكن طبعا المعضلة الرئيسية اللي هي مازال قدامنا هي السلطة التنفيذية اللي هي الرئاسي والحكومة، يعني هي هذه هي المعضلة الأساسية، وما لم يتم الاتفاق على تشكيل رئاسي جديد وتشكيل حكومة جديدة بعدين الوظائف السيادية هذه تجي المرحلة الثانية يعني، لكن هم
وربما قرروا انهم يبدوا من الاقل الى او من الاصغر الى الاكبر، ربما اخذوا هذا المنهج، وربما اخذوا حتى التطوير الامريكي في هذا المجال اللي هو اعلن عنه السفير الامريكي في ليبيا على اساس ان معالجه الازمه الليبيه بطريقه مراحل وجزيئات، يعني ما تاخذش المشكله كلها مع بعضها، فتم تجزيتها الى عده اجزاء. تقصد هنا المسار، مسألة المسار العسكري والاقتصادي والسياسي، واللي يعني منا شفنا في الغردقة في مصر كذلك المسار العسكري. نعم، طيب هذا ما أقصده. طيب سيد معزب، الآن هذا التقسيم حسب الأقاليم مثل ما ذكرنا، هل هناك سقف زمني لهذا القرار أو لهذه التسميات؟ يعني مثلا لما نقول أنه توزيع على أساس أقاليمي أو على أساس منطقي، هل في فترة زمنية هيتم التقسيم على هذا الأساس في هذه المناصب السيادية، أو إنها ستستمر مع الليبيين دائما؟ ما هي طبعا هذا البرنامج اللي وصلوا له الإخوة في بوزنيقة، يعني غير قابل للتنفيذ الا في لما يتم الاتفاق على مساله شنو هي، هل نحن حندخل في مرحله انتقاليه جديده وبالتالي يتم تعيين رئاسي جديد وحكومه جديده، وشنو هي المده نتاعها؟ طبعا المطروح هو 18 شهر من 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 لحظه تعيينها. فطبعا بالنسبه لشاغلي هذه المناصب حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، إذا تم احتمالا بطريقة صحيحة يستمروا، وفي حالة الحاجة إلى تغييرهم واستبدال أي واحد منهم، هذه طبعا تم عن طريق مجلس النواب اللي هو مجلس النواب الجديد اللي هو ثلثي الأعضاء، لأن ثلثي الأعضاء هم اللي تحكموا في هذه المسألة، من حيث سواء من حيث التعيين أو من حيث الإعفاء، المسألتين الاثنين مع بعضهم، لا يتم التعيين ولا يتم الإعفاء إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. فهذا المدة نتاعهم مرتبطة بالمرحلة القادمة، ما هي هذه المرحلة، شنو كيف يتم إخراجها، هذه هي المسألة، هذه هي المعضلة. أنا أعتقد أنها هي المعضلة الكبيرة اللي حتواجه المفاوضات الليبية، ونتمنى أن يتم حلها وحلها يعني. نعم. في هذا الشهر، خلال هذا الشهر، نهاية هذا الشهر إن شاء الله. نعم. طيب سيد هيبة، أيضا أنتقل لك، بالنسبة لي لما ننتقل يعني اللي صار في نفس اليوم، هذا اليوم مؤتمر برلين 2 وما يخرج عن مؤتمر برلين 2، عندنا ألمانيا كذلك عبرت عن تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى حل للنزاع الليبي، ماذا يعني هذا؟ وهي تجربة للأسف الشديد يعني تجربة مريرة، فبالتالي أنا أعتقد أن يعني ألمانيا يعني رحبت بحذر من هذا الجانب، وكل الليبيين مرحبين بحذر بتقديري، لا أحد يستطيع أن يضمن يعني ماذا سيحدث غدا يعني، وبالتالي في تقديري. ولكن من الجانب الآخر نعتقد أن هناك رغبة حقيقية من ألمانيا ورغبة حقيقية من دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد تسوية في ليبيا، لأن الملف الليبي بدأ يخرج يعني حتى من أيدي الاتحاد الأوروبي، صاحب المصلحة الكبيرة في ليبيا خصوصا بعد اتفاقية السيد السراج مع السيد أردوغان التي زادت من نفوذ التركي في ليبيا على حساب الاتحاد الأوروبي، وبتقديري هذه المسألة تعتبر يعني غير مقبولة بالمطلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أن تقوم دولة إقليمية بفرض نفوذ أكبر على دولة ذات أهمية استراتيجية لقوة عظمى، لقوة كبرى في كالدولة البريطانية، الدولة الفرنسية، الدولة الألمانية، إيطاليا، إسبانيا، هذه دول كبيرة لديها مصالح استراتيجية كبيرة، ولديها حتى من ناحية الجغرافيا السياسية ليبيا تمثل أهمية كبيرة. ناهيك عن أن القوة المتصارعة في ليبيا أيضا جلبت يعني مرتزقة، يعني هناك الحديث عن مرتزقة روسيين، هناك الحديث عن مرتزقة سوريين وأتراك في ليبيا، هناك الحديث عن مرتزقة أفارقة تم جلبهم من السودان والنيجر وتشاد في ليبيا، وبالتالي هذا قد يقود أيضا إلى ضياع البوصلة بالكامل وترعرع الإرهاب الذي يهدد خاصرة أوروبا وأيضا يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل. ناهيك عن أن النفوذ السياسي الأوروبي سوف يتقلص، والمصالح الأوروبية سوف تضيع في ظل هذه الظروف.
طيب. بالتالي من مصلحة الاتحاد الأوروبي هو دفع الأطراف الليبية نحو إيجاد تسوية والذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة، توحيد الدولة الليبية، وجود حكومة واحدة، مجلس رئاسي واحد. لكن ماذا تعني هذه التسوية السياسية؟ إذا توصلت إليها برلين أو ألمانيا بشكل عام، شو نتوقع من محادثات أو مباحثات برلين والتي يغيب فيها الليبيون اليوم، وجاءت أيضا بعد جولة محادثات الغردقة وكذلك بوزنيقة واحد واثنين، محادثات العسكرية والمسار السياسي كذلك ومونترو وجنيف، يعني ما الذي سيخرج عن برلين اثنين؟ هو في الحقيقة هو كل المحادثات أساسها برلين واحد، فبالتالي أنا بتقديري أن هناك فعلا مساعي جدية من مبعوثة الأمم المتحدة، من بعض الدول الكبرى في العالم والأمين العام للأمم المتحدة، من أجل دفع الليبيين نحو إيجاد تسوية. وبالتالي في تقديري هذه الاجتماعات الموجودة في برلين الهدف منها هو محاولة تذليل هذه المصاعب أو هذه المشاكل أو هذه التدخلات الخارجية. معظم للأسف الشديد المشكلة في ليبيا أصبحت ليست مشكلة فقط داخلية مجرد صراع ما بين أطراف ليبية، ولكن أصبحت بروكسي وور. هناك دول كبيرة متدخلة في الشأن الداخلي الليبي وأصبحت لديها الكلمة الأكبر فيما يحدث في ليبيا، وبالتالي الليبيين للأسف الشديد الأطراف المتصارعة فقدت للزمام المبادرة. وهنا هو مكمن القصيد أو بيت الفرس. وبالتالي أنا أعتقد أن برلين 2 الهدف منها هو محاولة تقريب وجهات النظر ما بين القوى التي أصبحت لديها مصالح حقيقية في ليبيا، من ضمنها تركيا التي الآن تلعب دوار كبيرة في أقل شيء في إقليم طرابلس، وبالتالي محاولة تسهيل الجهود من أجل التوصل إلى حل، لأن هناك هذه المساعي كانت منذ زمن بعيد، والآن من المفترض أن يصلوا الليبيين إلى نتائج. وبالتالي هذا هو السبب الذي ترينه الآن، وهو أنه هناك يبدو لي نتائج سريعة وهناك تفاهمات سريعة. هذه التفاهمات لم تنتج اليوم بتقديري، ولكن نتجت نتيجة تفاوضات واتفاقيات ومفاوضات ما بين الدول وما بين الليبيين وما بين أطراف كثيرة في داخل ليبيا وخارجها، من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. ومن هنا يبدو لي التفاؤل يجب أن يكون حذرا. طيب أذهب للسيد معزب أيضا، انتقلنا الآن إلى مسألة أو مؤتمر برلين 2. مؤتمر برلين 2 جاء للدفع حول أو إلى تنفيذ قرارات برلين 1. ما هي أهم الأسباب التي عرقلت تطبيق القرارات، وما الذي يجعل برلين 2 مختلف وأكثر فاعلية من برلين 1؟ وأنا أعتبر أن برلين 2 لم يأتي بجديد، بل هو تعزيز لبرلين 1. لم يكن هناك أي مقررات أو قرارات جديدة، ولكن أكد على أن الحل سياسي وأن الحل يجب أن يكون على أساس ما تم الاتفاق عليه في برلين 1. فلا الموضوع شنو اللي عرق المؤتمر مقررات برلين من تطبيق على أرض الواقع. معروف طبعا المسألة اللي قامت عملية الحرب اللي قامت عرقلت هذا الموضوع ووقفت هذا المسار، ولم يتم الالتزام بوقف اطلاق النار كما علمنا في خروقات عديدة الآن. ليست كبيرة، بس حصل الخروقات حصلت. لذلك اليوم لما نقول برلين 2 بغياب الليبيين طبعا، بوجود دول كثيرة وبحديث أيضا مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز اليوم عن 9 دول تتهمها بتدخل في ليبيا وعدم الالتزام باحترام حظر الأسلحة الذي فرض من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، إذن كيف ممكن تحقق هذه الدول الموجودة في برلين أو غيرها اللي قاعدة الآن تقوم بمساعدة الليبيين أنهم يصلوا إلى تسوية سياسية، كيف ممكن تحقق خارطة الطريق هذه وتحقق وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة؟ هذا قرار طبعا مجلس الأمن حتى سابقا، مش بس الآن نتحدث عنه. هي بالطبع التسع دول التي تتحدث عنها ستيفاني حاضرين في برلين 1 وفي برلين 2، كانوا موجودين للأسف. طيب هم حاضرين، إذا كيف ممكن كيف نقرأ هذا التصريح هي مسألة معقدة جدا بالنسبة للملف الأزمة الليبية، مسألة معقدة جدا لا زال
لا زال التحشيد العسكري موجود، ولا زال إمداد بالأسلحة والعتاد، ولا زال التدريب، ولا زال إحضار المرتزقة من الخارج، كل هذا موجود. لا هذا طيب سيد معزب، لما نتوقف لما تقول لي أنه هذه 9 دول تحدثت عنهم ستيفاني ويليامز بأنهم متدخلين في ليبيا، بأنهم مش ملتزمين يعني غير ملتزمين بمسألة احترام حظر الأسلحة، على من نحكو الآن؟ هي طبعا تحكي على المجمل، مجمل المؤتمر كله. المؤتمر لم يكن 9 فقط، هذه 9 دول، يعني مؤتمر جمع كثير من الدول الأخرى. إيه بس حضرتك على من تتحدث تحديدا اللي كانوا موجودين في هذا المؤتمر، وهم أيضا من يخرق في حظر توزيع أو في حظر الأسلحة في ليبيا؟ هذا يعني زي ما يقولوا النفاق الدولي، هذا شيء معروف في كل أزمة من الأزمات. تجدي مثلا دولة كبيرة، حتى مش دولة صغيرة، يعني دولة كبيرة، وتتحدث عن وقف إطلاق النار ووقف الحرب وكذا، وفي ذات الوقت ترسل في الأسلحة والعتاد وترسل في الجنود وتقدم في المعلومات اللوجستية. هذا شيء موجود، يعني ماهوش حاجة، ماهوش شيء جديد. يعني الكلام على الطاولة شكل، والفعل تحت الطاولة شكل آخر. يعني هذا شيء معروف درج عليه المجتمعات، يعني هذا شيء مش جديد، يعني وتم في كل الأزمات اللي هي موجودة الآن في العالم، سواء في سوريا ولا في اليمن. والله تجد دولة محتبرة تجلس على الطاولة وتتحدث عن وقف إطلاق النار وتتباكى على الجرحى والقتلى والهدم والخراب والهني، وترسل في الأسلحة والعتاد وتمد بالأموال وتحرض بالإعلام. اليوم بس شيء أخير معك سيدة معزب، اليوم تجديد أنقرة على اتباع مخرجات برلين، هل هذا كان وكأن إلغاء لحوار بوزنيقة والغردقة ومونترو أيضا، وماذا يعني، يعني خاصة وأن تركيا أيضا متهمة بدخولها في الحرب في ليبيا، بكذلك عدم احترام حظر الأسلحة، بأيضا مسألة المرتزقة، كذلك بخروقات لإطلاق النار أيضا؟ لا لا، حوار بوزنيقة لم يخرج عن موضوع الوظائف القيادية 7، يعني جزء من المشكلة، جزء بسيط من المشكلة، لم يتحدث عن الرئاسي ولم يتحدث عن الجزء التنفيذي الحكومة وهي المعضلة الرئيسية كما أسلفت. وحوار الغردقة تحدث فقط عن مسألة تأمين مدينة سرت فيما لو تم الاتفاق على نقل الحكومة إليها فقط، يعني حتى ما وهو جزء من 5-5، يعني جزء من موضوع 5-5. طيب لكن صلب الموضوع الرئيسي هو الذي سيكون في جنيف، وربما يكون ينقل إلى تونس، يعني في كلام. طيب أنقرة، نعم طيب نعم. تجديد أنقرة أو تصريحات أنقرة اليوم بخصوص التسوية السياسية، كيف نقرأها؟ تركيا طبعا هي يعني تميل إلى حل سياسي أكثر من حل عسكري، لأن تركيا مرهقة طبعا بمشاكل كثيرة، طبعا مشكلة الشرق المتوسط ومشكلة أرمينيا ومشاكل داخلية، عندها مشاكل كثيرة جدا. فلو تم التسوية، وخاصة هي علاقاتها بروسيا، وروسيا جزء أساسي مهم جدا في هذه التسوية السياسية، وتركيا هي الدولة تقريبا التي تستطيع أن تضع تفاهم مع الروس في هذا المجال. فأعتقد أن هذا هو المنحى التركي، منحى نحو السلام ونحو حل المشكلة سلميا سياسيا. نعم، نشكرك جزيل الشكر سيد محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لك. مشاهدينا، فاصل ونعود لإكمال هذه الحلقة مع باقي ضيوفنا، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا المساء. نكمل هذه الحلقة بالحديث عن مؤتمر برلين، كذلك للدفع نحو تنفيذ قرارات برلين للالتزام بحظر الأسلحة، وكذلك وقف إطلاق
النار في ليبيا. أيضا نتحدث اليوم عن ما حدث وما تمخض عن المغرب اليوم وعن جولات بوزنيقة وافتتاح الجولة الأخيرة مثل ما يتم الحديث عنها كذلك من قبل جميع مصادرنا من المغرب عن أنها الجولة الأخيرة. من المفترض أن يكون هناك يعني اتفاق ربما التوصل إلى تقربة أو يعني توصية أو حل سياسي ما بين الطرفين في الغد ربما حسب حتى ضيفنا اللي كان معنا في بداية هذه الحلقة السيد عصام الجهني عضو مجلس أمن النواب. أعود لضيوفنا معي الآن السيد إبراهيم هيبة أيضا مرة تانية. سيد إبراهيم أهلا بك من جديد. نتحدث كنا قبل الفاصل عن مؤتمر برلين ودفع باتجاه وقف إطلاق نار نهائي ربما في ليبيا. نسألك عن أمر آخر اليوم وحتى سألت فيه سيدنا السيد محمد المعزب قبل شوية عن الأسباب التي عرقلت تطبيق قرار برلين واحد. ما الذي يعني ربما يتغير اليوم حتى يتم تنفيذ برلين اثنين برأيك؟ هو تعقد المشهد أكثر في ليبيا. أحد الأسباب الكبيرة والمهمة في تقديري أيضا خسارة حفتر للحرب في طرابلس كان لها أثر كبير في تقديري. وأيضا هناك ضغوط في تقديري يعني حدثت على القوى الإقليمية والقوى الدولية في المتدخلة في الشأن الداخلي الليبي، وهو ازدياد يعني دخول الكثير من المرتزقة إلى ليبيا. ترعرع الإرهاب في تقديري، بدأ يترعرع بشكل جديد وينمو بشكل جديد، ولعل اكتشاف بعض الخلايا الإرهابية مؤخرا أثار يعني قلق الكثير من القوى الإقليمية والدولية. ناهيك عن أن التدخل التركي في ليبيا في تقديري أثار حفيظة الأوروبيين بشكل كبير، لأن تركيا هي دولة إقليمية ودولة إقليمية مهمة وليست دولة إقليمية كبيرة تقديري في المنطقة. هناك دول إقليمية أكثر أهمية مثل إسرائيل في المنطقة بتقديري وباكستان والهند، ولكن في تقديري ترعرع الاتفاقية التركية مع السراج كانت يعني حافز للأوروبيين من أجل محاولة دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا من أجل دفع الأطراف الليبية من أجل الجلوس على طاولة الحوار وإيجاد تسوية، لأن ترعرع القوة التركية في ليبيا التي لديها ملفات كثيرة وبدأت من الواضح أن لتركيا تحاول أن تغير، لديها طموح كبير في لعب أدوار مهمة ليس فقط إقليميا ولكن دوليا. هذا الطموح الكبير الذي في تقديري هو أكبر من حجم تركيا يقلق الأوروبيين، خصوصا وأن تركيا حاولت استغلال يعني الظروف الاقتصادية الأوروبية، استغلال جائحة كورونا، استغلال الصراعات الإقليمية، استغلال الحصول على الدعم من قبل قوى إقليمية مثل تركيا تحصل على دعم كبير الآن من 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 قطر على سبيل المثال لتنفيذ أجندتها في المنطقة. طيب سيد هيبة، الإمكانيات الليبية أيضا لتعزيز قوتها، هذه الأشياء قد تقود إلى تعظيم قوة الدولة التركية. نعم. على حساب سيد هيبة، ذكرت الآن ما ذكرته وما وصفته الآن بالأطماع التركية سواء في الشرق الأوسط بشكل عام في البحر المتوسط أيضا. الآن اليوم شهد أيضا زيارة السراج إلى تركيا لقاء مع رجب طيب أردوغان رئيس تركي. ما هو سبب برأيك أو هل هناك علاقة ما بين زيارة السراج إلى تركيا وتصريحات التركية حول مؤتمر برلين وغيره من تسويات سياسية وأيضا حوار بوزنيقة ربما؟ هو بحسب ما وصلتني من أخبار أنا والله أعلم هي سليمة صحيحة أو غير صحيحة، سمعت أن السيد سراج يعاني من مرض وبالتالي هو مصر على الخروج من المجلس الرئاسي، ولكن خروج السيد سراج من المجلس الرئاسي يعني أسبابه كثيرة، ليس فقط ربما صحة السيد سراج ولكن تقديري أيضا فشل الذريع الذي يعني لحق به طوال فترة توليه لرئاسة المجلس الرئاسي. كل الليبيين يجمعون على أن المجلس الرئاسي بقيادة السيد سراج كان مجلسا فاشلا لم يحقق شيء، الليبيين بل زادت الأمور تدهورا على الجانب الاقتصادي السياسي الأمني على كل المستويات. وبالتالي بتقديري يعني زيارات سيد السراج المتكررة لتركيا في الحقيقة هي أنا في تقديري أراها يعني شيء غير جيد، لأنها لها علاقة مرتبطة بانبطاح الدولة الليبية لدولة تركيا، وبتقديري أنها يعني مخلة بكرامة الليبيين
كشعب ومخلة بكرامة الدولة الليبية. ولكن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع سراج للذهاب إلى تركيا يعني هو أن ضغوط الأتراك والحلفاء الأتراك من جماعات الإخوان المسلمين والميليشيات الموجودة في طرابلس لا يرغبون أو لا يرون أن في مصلحتهم وتخلي السراج عن السلطة الآن أو الذهاب خارج المجلس الرئاسي، لأن ذلك سوف يخلق فراغا ولا توجد حتى الآن آليات يعني دستورية سهلة ممكن أن تجلب شخص آخر لتولي هذا المنصب يكون موالي لهم. وبالتالي هناك رفض أو محاولة إقناع السراج بالعدول عن هذا القرار يعني. طيب سيد هبة خليك معنا، سأنتقل بس لسيد فيصل بوريقة المحلل السياسي معنا عبر الهاتف بأيضا أمر آخر ولقاء آخر. كنا نتحدث الآن عن لقاء سراج وأردوغان، هناك لقاء آخر أيضا جمع رئيس مجلس النواب سيد عقيلة صالح و بريتشارد نورلاند السفير الأمريكي في القاهرة. يعني ما أهمية اللقاء الأمريكي الليبي الآن وهو الثاني من نوعه كذلك؟ ماذا يعني بالنسبة للملف الليبي والمشهد السياسي بوضع كذلك عقيلة صالح في الصورة؟ نعم مساء الخير أستاذة راغدة، أشكرك وأشكر كذلك الضيوف الكرام وكذلك المتابعين. شكرا لك، تفضل. نعم زيارة المستشار صالح تأتي لجمهورية مصر العربية لعدة لقاءات أهمها وهو اليوم مع السفير الأمريكي ريتشارد رولن وأيضا أحد المسؤولين الأمريكيين الذي لا يحضرني أسمه. طبعا هذه الزيارة معدة سلفا وتأتي ضمن التنسيقات التي حصلت يوم الأمس ما بين السيد ريتشارد رولاند أيضا والسيد مدير المخابرات العامة المصرية السيد اللواء عباس كامل بخصوص دفع الدور المصري بالتنسيق مع الأمم المتحدة في الحوارات التي جرت الأسبوع قبل الماضي تحديدا في منطقة الغردقة التي عرفت بحوارات 4+4. دعيني أذكر بأن حوارات 4+4 هي تأتي ضمن تفاهم المستشار صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة عقب التوافق والتقارب في وجهات النظر اللي حصل برعاية الأخوة في جمهورية مصر العربية وأيضا بدفع من الأخوة في الإمارات العربية المتحدة. حصل نتيجة هذا التفاهم والتقارب التفاهم حول منطقة سرت التي تحدث عنها الرئيس السيسي حرفيا بأن فكرة اختيار منطقة سرت كمنطقة وسطى وهي تمنع عملية الانقسام أو حتى أي أفكار قد تدفع في هذا الاتجاه، وهذا كان اختيار موفق للمستشار صالح هكذا وصفت القيادة المصرية، وبالتالي عملية تأمين الشخصيات العامة والمباني العامة والحكومية وتجهيزها هذا يتطلب القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر الدفع بشخصيات عسكرية كان في مقدمتهم سيد مدير مكتب القائد العام العميد خير التميمي وأيضا قادة أساسيين في القوات المسلحة للاجتماع مع قادة عسكريين ينتمون إلى هيئة الشرطة النظامية التابعين لحكومة الوفاق. هذا اللقاء جرى في الغردقة وحصل عنا بيان عبرت عنه اليونس ميل في بيانها الأسبوع الماضي بأن بيان إيجابي ويدفع في اتجاه كثير من الحلحلة في اتجاه الكثير من القضايا. وبالتالي زيارة المستشار عقيلة صالح تأتي كتراكم لهذه السلسلة من الخطوات الإيجابية للتقارب في الأمم المتحدة في تنفيذ مخرجات برلين. مخرجات برلين إذا جاز التعبير تم تجزئتها إلى عدة حزم، الحزمة الأولى وهو مسار أبو زنيق الذي حصل في المغرب منذ بداية أيلول سبتمبر الماضي ويأتي الآن في عملية الختام، أعتقد بأن يوم الغد سوف يشهد بيان هذه الحزمة الأولى والتي يتم التأسيس عليها ذات الطابع السيادي والمهم جدا في الدولة الليبية. دعيني أكمل هذه لا بس هي على مسألة المغرب، هي على مسألة المغرب وانت ذكرتها الآن ذكرت مسألة البيان الختامي في الغد. كذلك سيد عصام الجهاني قبل قليل تحدث بأنه متأكد تقريبا 99.10 هذا النسبة اللي حطها من أن الوفدين سيتوصلوا إلى اتفاق
في الغد بإذن الله أو إلى بيان ختامي في نهاية هذه الجولة. الآن ما مدى قدرة الوفدين من مجلس النواب ومجلس الدولة برأيك للوصول إلى نتائج وتنفيذها، مش بس التوصل لها برأيك؟ نعم طبعا، مجلس الدولة عندما رجع منذ حوالي أسبوعين تحديدا أعتقد أعلنوا عنها في مبادرتهم بأن فرضت هذه التفاهمات التي صيغت بلغة دقيقة جدا أيضا بداية المملكة المغربية، وجرى الحديث بأن هناك تفاهم كامل داخل مجلس الدولة على تمرير هذه التفاهمات. أيضا المستشار صالح عرضت عليه هذه المذكرة، ولكن أراد التأكيد على كثير من التفاصيل والحديث حول المادة 15، تحدث هكذا المادة 15 تنفيذها نصا وروحا، وبالتالي جرى العودة إلى بوزنيقة هذه المرة. كانت هناك البعض من الارتباك في عملية البروتوكول ليس من الدولة المضيفة ولكن من كبر حجم الوفد التفاوضي من قبل مجلس الدولة. الحجم تجاوز قرابة 10، وهذه بعض التفاصيل التي لا تفيد المتابع كثيرا، ولكن أعيدت الأمور إلى نصابها بحيث حصل هناك التوازن ما بين أعداد الوفدين. وأيضا أعيد الذين قاموا بالتفاهم أو التفاوض في المرحلة الأولى، لأن هناك حصيلة تراكمية حصلت لدى أعضاء مجلس الدولة من الجولة السابقة. ومن هنا أصر أعضاء مجلس النواب على استكمال مع نفس الفريق لإنجاز هذه الحزمة، وهي حزمة مهمة. أيضا نأتي إلى أمر آخر ومهم، وهو مسار الغردقة الذي يكمل هذا المسار، وهو أمر يخدم إلى الهدف الاستراتيجي الأسمى، وهو نهاية أكتوبر لإيجاد المكان الذي سوف تتم ممارسة أعمال الدولة، الذي من المفترض أن تكون هناك داخل العقلية الجمعية الليبيين فكرة الإيمان بوجود دولة بعيدا عن فكرة الاحتراب. وهو منطقة سرت، وتحديد حتى نوعية الأسلحة التي سوف تتم بها الحماية وضبطها ضمن إطار أمني من خلال تفاهم كامل حول هذه الصيغة. طيب فيصل، بس نعلم أو استمعنا إلى أخبار وردت بأن هناك اجتماع ربما سيكون في سرت الفترة القادمة، هل هناك أي معلومات عن هذا الأمر؟ حقيقة لم أنتبه أو لم أستمع إلى هذه الأخبار، ولكن يعني ليس أمر ذو أهمية. الاجتماع الآن في مدينة سرت هي مدينة هادئة وآمنة، هذا أمر طبيعي نتيجة للتفاهم اللي حصل في 3 يونيو الماضي نتيجة تفاهمات الرئيس السيسي أيضا مع القوى الإقليمية. إذن مدينة سرت في مجملها هي آمنة، ولكن ما نريد التأكيد عليه هو لماذا بوزنيقة ولماذا المغرب. هذه أرادت السيدة ستيفاني ويليامز حتى، التي من خلال الكلمة التي بثتها من خلال الفيديو كونفرنس أعطى المغرب كريدت أو ما يعرف بالسياسة الخارجية المغربية، لأنها لصق بها الكثير من الغبار. يعني بمداخلة ستيفاني هي أعطت الشرعية مثل ما يقال أو المظلة لحوارات بوزنيقة. دعيني أتحدث أيضا بمعلومة أخرى، أنا كنت يعني أقترب من الجانب المغربي في كثير من الأحيان بأن السياسة الخارجية المغربية كانت ناجحة جدا، يعني كانت هناك تواصلات ما بين السيد ناصر بوريطة أيضا الأجهزة السيادية العليا في الدولة المغربية مع السيد ستيفاني ويليامز، وهم يتحركون كرجال دولة ولا يمكن الخروج عن نطاق الأمم المتحدة. لاحظت هذا من خلال التواصل الفيزيكلي والعضوي من خلال الاتصال الهاتفي، وبالتالي هم يعملون داخل نطاق الأمم المتحدة. أرادوا فقط اليوم هو بث الروح الإيجابية لدى الليبيين وأعطاهم نوع من الطمأنينة من خلال الفيديو كونفرنس التي تحدثت منها من خلال. وبما ذكره كذلك وزير الخارجية المغربي في هذا الأمر، أعطى الأمر شرعية أممية يعني أخرى أكبر ربما. خليك معنا سيد فيصل، هنمشي للسيد هيبة بس في أمر أخير. ربما سيد هيبة،
البعض يقول بما رأينا إحنا ستيفاني ويليامز اليوم في تطل في هذه المداخلة عبر الصورة عبر هذه المداخلة لأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، لكن في أخبار أخرى متداولة تقول بأن البعثة غير راضية أو غير متحمسة تماما لهذه المسارات، هل برأيك هذه الأخبار صحيحة؟ والله هو حدث عن مستوى شخصي، حدث لي لقاء مع السيدة ستيفاني ويعني وقالت بالحرف الواحد أنها لديها مسارين سوف تسعى فيهما. المسار الأول هو محاولة جمع الأطراف الليبية والحوار والوصول إلى اتفاق وتعديل الاتفاق السياسي والخروج من مجلس الرئاسة الجديد، ولكن في ذات الوقت هي سمعت لكثير من الليبيين، وكثير من الليبيين يرون أنه لا يوجد حل إلا الذهاب إلى انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري الموجود الآن. وبالتالي أنا في تقديري هي أيضا ترحب بحذر كغيرها من الأطراف الأخرى وتدعم هذه الجهود بحذر، ولكن ليست لديها ثقة كاملة بأن الليبيين سوف يصلون إلى حل نهائي، لأن هناك كثير من يضع الدول العصا في الدولي. نعم، وكثير من المعارقلين وخصوصا من الشخصيات التي تعتقد أنها سوف تكون خارج اللعبة السياسية وأن أي اتفاق سياسي قد يضر بمصالحها السياسية والاقتصادية، وبالتالي تخريب الموضوع أنا أعتقد أنه من السهل تخريب المفاوضات هذه كلها بسهولة. وبالتالي من هذا الجانب ترى ستيفاني ويشاطرها فيه كثير في تقديري من الليبيين أنه يجب أيضا الإعداد إلى انتخابات برلمانية جديدة، ومن أجل القضاء على اتفاق الصخيرات، ومن أجل أيضا القضاء على هذه الأجسام الموجودة الآن يعني اللي لا تريد أن تخرج من المشهد السياسي في ليبيا. وبالتالي ستيفاني موقفها في هذا الإطار، وهي متأكدة وأكدت في تقديري يعني على أقل تقدير سمعت هذا منها شخصيا أن هناك رغبة حقيقية من السيد السراج للخروج من السلطة، وبقائه فقط مرهون نتيجة ضغوطات من ضغوطات دولية السياسي. ربما أو من حلفاء في تقديري من حلفاء داخل ليبيا، الميليشيات وغير الميليشيات والإخوان المسلمين، وأيضا من بعض القوى الإقليمية مثل تركيا وقطر وغير الدول. نعم، شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم هيبة، الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسات المقارنة، كنت معنا من واشنطن. شكرا لك على وجودك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا فاصل ونعود، ابقى معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أعود إلى ضيفنا سيد فيصل برايق. أهلا بك مرة ثانية سيد فيصل. في ختام الاجتماعات هذه من وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، هل برأيك سيلتقي أخيرا التي أو اللقاء المنتظر الآن من قبل الوفدين حتى ومن قبل الليبيين، لقاء عقيلة صالح والمشري، هل نتوقع لقاءهما بعد انتهاء هذه الاجتماعات؟ نعم أستاذ رغدة، دعيني أيضا لا أخفيك سرا بأن ما أحاول التصريح به وهو بناء على معلومات وليس كتخمين أو رجما بالغيب، بأن قيادات مهمة في الدولة المغربية وعلى مستويات عالية ذات أهمية بالغة في البلاط الملكي في الدولة المغربية تواصلت مع المستشار عقيلة صالح، وأرادت أيضا الحضور للمملكة المغربية في حال اختتام جولات التفاهم أو التوافق. المستشار عقيلة صالح أكد على نقاط مهمة جدا، وهي لا خروج على المادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية الأساسية والتي تم التفاهم عليها، هذا أولا. رقم اثنين، لا حديث خارج عن هذه المادة، لا عن استفتاء ولا عن دستور ولا على أي شيء آخر خارج هذه المادة. رقم ثلاثة، رجوع وفد مجلس الدولة إلى الحجم الطبيعي 5+5 زي ما حصل في المغرب. رقم ثلاثة، أن يعلن السيد خالد المشري دعم في بياناته عن مجلس الدولة، سواء تصريح مباشر أو من خلال صفحاتهم، دعم لمخرجات برلين وإعلان القاهرة. لما يعلن هذه الأمور الأساسية وبالأخص دعم لمخرجات برلين وإعلان القاهرة، المستشار عقيلة صالح أكد بأن ليس لديه أي مانع بأن يلتقي بأي أحد، ولكن هذه هي المنطلقات التي هو يتحرك منها. تفهمت القيادات في المملكة المغربية هذه النقاط التي افتأتها النقاط جوهرية وأساسية، ومن ثم أعيد تواصل الفرق الحوار التي ما زالت منعقدة تقريبا إلى هذا اليوم. وبالتالي المستشار صالح وضع نقطة أساسية، الحضور مقرون ومرتبط
بدعم مجلس الدولة لمخرجات مرين وأعلان القاهرة، وهذا من الممكن أن يجتاز به خطوات، رغم أن المستشار عقيلة صالح لديه دعوة رسمية من المملكة المغربية من السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وهي مرهونة بالأجندة المضغوطة والمزدحمة من المستشار صالح التي تجدول وتنظم وترتب هذه الزيارات حسب الأولويات المتفقة مع الحالة العامة للبلد. نعم طيب، الآن مثل ما أشرنا أن هناك احتمال أن يتم هذا اللقاء إذا تم تنفيذ هذه الشروط، ربما هل علمتم برد من الطرف الثاني، من طرف المشري أو مجلس الدولة على هذه الشروط؟ هل تم إيصالها وتم وصول رد بخصوصها؟ حقيقة أنا لم أطلع على إجابات من وصلتني أو نمت إلى مسامعي، ولكن طبعا الدولة المغربية هي دولة عريقة وذات مؤسسات مهمة جدا، وبالأخص المستويات العليا التي تتواصل مع المستشار عقيلة صالح هي ذات قيمة وازنة في الدولة المغربية، ومن المتأكد هي تتمتع بالدبلوماسية واللياقة أيضا من خلال إيصال هذه الرسائل بالعبارات التي تتلائم مع مجلس الدولة وإيصالها بالمعنى الصحيح. إذا نحن نتعامل مع دولة أقليمية وازنة في الشرق الأوسط قادرة من خلال أدواتها أن تنجز وتكمل هذا الاتفاق. دعيني أيضا أستاذة رغدة أن نحاول أن نكمل هذه اللوحة الكاملة التي جاز التعبير الحديث منها عن الحالة الليبية وشهر أكتوبر، بأن كان في تصريح مهم للسيد بومبيو المسؤول الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل حوالي تقريبا 6 أيام إلى 5 أيام، تحدث في تصريح صوت وصورة، وبأن هكذا عبر بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم كافة أدواتها إلى إعادة الاستقرار لليبيا. كلمة كافة أدواتها طبعا ماذا الولايات تعني؟ المتحدة يعني استخدام من ضمنهم الدبلوماسية ومن ضمنهم العلاقات، وأيضا لا يستثني من آليات الضغوط أيضا على أي من يحاول أن يعرقل عملية التقدم، لأننا نستخدم يعني الولايات المتحدة عباراتها ليست عبارات مطلقة ولكن ذات قيمة وذات وزن، حتى استخدام عبارات نحن نشعر بالقلق هو عادة ما يعبر عن انزعاج كبير لدى الإدارة الأمريكية. إذن هناك دفع وزخم كبير في اتجاه آخر الشهر لمحاولة التلمس والدخول في عملية التفاوض أو عملية النقاش الحقيقي في المجلس الرئاسي المكون من 3 من ثم الحكومة. نعم. طيب سيد فيصل، ذكرت نقاط مهمة جدا الآن، ولكن من ضمن هذا وكما تحدثنا قبل قليل عن مسألة المعرقلين لهذه المسارات أو الرافضين لهذه المسارات ولبوزنيغا ونتائج بوزنيغا، سوى تقسيم أو معايير أو أليات وضعت هناك أو حتى التوصيات سوى كانت ملزمة أو ملزمة عذرا أو لا، الآن المجلس الأعلى للقضاء كذلك خرج ببيان اليوم رافض لما تمخض من لجنة الحوار. يعني طبعا لا نعلم إذا كان رافض مبني على لجان الحوار أنها متكونة من مجلس النواب ومجلس الدولة، أو هو رافض على القرارات أو الآلية أو الطريقة. كيف رأيت هذا؟ ماذا يعني هذا الرفض برأيك من قبل المجلس الأعلى للقضاء؟ نعم أستاذ رغدة، يعني دعيني أيضا أذكر بأن في أحد جلسات الحوار تم التطرق إلى القضاء وبأنه لازال متماسك بخصوص التواصل ما بين المؤسسات القضائية في برقة أو في فزان أو في طرابلس، وبأن حتى النائب العام هناك تواصل مع بقية المكاتب الموجودة لها على مستوى القطر الليبي. إذن هناك هذه المؤسسة هناك فيها تراتبية وهناك تخضع لمعايير وضوابط، ومن هنا نخشى أن يقوم أحداث زلزلة أو خلخلة داخل فيها أو تقديم، لأن هناك نظام له علاقة بالأقدمية وله علاقة بالمعرفة وله علاقة بالخبرة. يعني كثير من القضايا لا نريد تقويض العدل أو السلك العدلي أو الجهاز القضائي. يعني هل البيان مسيس برأيك؟ لا لا لا، البيان كان بيان محترف، صيغت فيه العبارات الداعمة للوفاق ومعاناة الليبيين. يعني البيان كان هو يتخوف ويريد
أن يجد طريقه إلى أن التوافقات، هذا أمر مهم خاصة في مراحل ما يعرف بمراحل الانتقال الديمقراطي ليبيا. دعيني أذكر أستاذ رغدة إذا سمح لي المجال، لا أعرف مدى الإمكانية. تفضل. طبعا مراحل الانتقال التي الليبيين الآن بعض الأصوات التي تخرج على بعض القنوات أو بعض من يكتب يريدون قيام الحرب واستمرار الحرب، وبالتالي كيف لك أن تجلس مع الطرف الآخر الذي يمثل بكل تأكيد لون من لون تيار الإسلام السياسي، ولكن أيضا يمثل قوة مدنية موجودة في تلك المنطقة، وبالتالي لماذا تجلس معهم ولماذا تحاورهم؟ ولم يجدوا حل حقيقة بعد ما وصلنا إليه، لكن نحن نجلس في هذه المرحلة الحساسة جدا، مرحلة الانتقال. زدت أصر وأؤكد أنها مرحلة انتقال من حرب أهلية حقيقية هي كانت قائمة، والمرحلة إلى مرحلة توافقية، والتي تعرف في أدبيات الانتقال الديمقراطي بالآليات التوافقية، من ضمنها بناء المؤسسات. ولا نريد أن نقع في عملية الانتخابات التي عادة يتم النصح بها من منظمات الـ NGOs أو منظمات الأمم المتحدة، الانتخابات في حالات الاحتراف هذا يؤدي إلى انقسام عمودي داخل المجتمع. بصفة عامة ما حصل وهو التفاهمات والتوافقات هي مهمة جدا، إذا أنجزت وتوجت بالمجلس الرئاسي وبالحكومة يكون هذا عمل جبار، استطاع أن ينقذ الليبيين وأن يخرجهم إلى عمل دستوري يكون فيه النسبة 51 أو 52% هي الحاكمة، ونكون نحن قد بنينا جسور الثقة بعد عملية الإفشال التي أدخلت الليبيين في هذا الأتون. نعم سيد فيصل، هل سنرى البيان الختامي برأيك في الغد؟ حسب المعلومات التي تحصلت عليها من المؤكد، لأن السيد ناصر بوريطة عودنا في جولة في جولة سبتمبر 9-8 سبتمبر 11 سبتمبر 12 سبتمبر اللي فات، عادة ما يخرج في بعد شبه الاكتمال من التفاهمات، وأيضا تخرج هناك شخصية مهمة جدا في البلاط الملكي المغربي بعد مباشرة، والتي عادة لا تبث هذه الكلمات نظرا لحساسية موقعها المهم في الدولة المغربية، تشجع وتدعم الليبيين في الولوج إلى مرحلة أخرى. خروج اليوم أكد لي وبعد التواصل بأن يعني نسبة عالية جدا من المحتمل بنسبة عالية جدا أن يوم الغد سوف يشهد عملية التوقيع وعملية الاحتفال البروتوكولي التي تقوم بها المغرب. المغرب دولة يعني ذات عمق وذات رؤية وذات توازن في الشرق الأوسط، وتعد قوة إقليمية صاعدة ووازنة في الشرق الأوسط تمثل العلاقات مع الولايات المتحدة. نذكر بأن هي الدولة الأولى التي احترفت بالولايات المتحدة، وبالتالي تمثل قوة تماسك مع تواصل مع إدارة البيت الأبيض، مع أجهزة الأمن القومي، مع الخارجية. شاهدنا هناك الكثير من التواصلات التي تتحرك بها المغرب بدبلوماسية ناعمة وهادئة، استطاعت أن تخترق وتضرب الكثير من الحواجز التي حاولت أن تعرقل تواصل الليبيين وتفاهمهم ووصولهم إلى هذه المرحلة. يعني هي المغرب هي الفرق في هذا اللقاء؟ في تصوري بأن المغرب تملك دبلوماسية نشطة وقيادة طموحة جدا وذات توازن على مستوى المنطقة، وتريد أن تضيف نقطة جديدة إلى ملف السياسة الخارجية المغربية، يحاول تعديل أو تصويب المسار الذي ربما امتعض منه الليبيين، عبارة الصخيرات التي يعني مكانتها الليبيين في ذاكرتهم مرتبطة بحروب مرتبطة بأزمات، أرادت أن تغير حتى من الموقع وأن تذهب حتى إلى منتجع الباهية، يعني حتى من الأسم هناك الكثير من المدلول الذي يمثل استشراف إلى الوضع القادم من الأفضل. طيب. ضمن رؤية كاملة للسياسة الخارجية المغربية. آخر جزئية بس سيد فيصل، جنيف القادم هل حدد له وقت معين؟ دعيني أذكر أستاذ رغدة بأن في تواصل أمس مع من يعنيهم الأمر في مجلس النواب يتحدثوا عن التفكير 13-13 ويضعوا في ضوابط وتحجيم وتحديد من هم يشاركون خارج مجلس النواب ومجلس الدولة، وأعتقد بأنه لن يتجاوز
نهاية أكتوبر، بين الجواز نهاية أكتوبر. شكرا جزيلا لك سيد فيصل أبو الرايقة المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف للحديث أيضا عن كل هذه المجريات السياسية وكل هذا الحراك السياسي الذي تشهده السياسة الليبية الآن، أو المسارات المتعددة حقيقة، المسار العسكري في الغردقة، ما تبعناه من جولات في بوزنيقة المغرب بشكل عام، والدبلوماسية المغربية، والذي مثل ما تحدث وزير الخارجية اليوم المغربي عن إن ما يحدث اليوم في بوزنيقة هو تحت مظلة الأمم المتحدة، وتحدثت حتى مبعوثة الأمم المتحدة في مكالمة مع الوفدين عن هذه الشرعية ربما التي قيل أنها أصفتها على هذا الحوار. تحدثنا كذلك عن مؤتمر برلين 2 والدفع نحو تنفيذ قرارات برلين 1 التي تنص على وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة في ليبيا. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا في حلقة اليوم من هذا المساء، وشكرا لكم مشاهدينا، دمتم في رعاية الله. السلام.